كثير كان مهم طرح قضايا بتتعلق بالتحديات اللي ممكن تواجهها السيدات، وخصوصا بموضوع ريادة الأعمال أو تأسيس البزنس خاص فيهم. في تشالنجز كتير، منهم أكبر حاجة الفنتشر كابيتال، لما بيجوا يبقوا at a point in their business إن هم محتاجين investment. لما بقى بنقعد مع investors وكده ساعات they don't take us seriously، مش ساعات، هو actually معظم الوقت. فدي من ضمن الحاجات اللي women face ka challenge when they start their own business. حضرت النهاردة Digital Inclusion Day for Women فتيك، عجبني جدا فكره ان فيك مهتمه بان هي تسابورت الديجيتال وومن انتربرينورز. طبعا انا مبهوره جدا بالايفنت بتاع النهارده والنماذج المشرفه اللي احنا قابلناها. دي مش اول مره ليا احضر هنا في تيك ايفنتس ليها علاقه بالوومن ان اي تي. طبعا there's many issues that women face. انا اي ثينك ما ديجيتال، يعني الحاجات انها دلوقتي بقت اونلاين وبقت افيلبل اونلاين، يعني مثلا شي دازنت توك تو سبلايرز فيس تو فيس، ومثلا بيستقلوا بيها انها شي وومن، شي دازنت اندرستاند، مش فاهمه الشغل عامل ازاي، مش فاهمه في الاسعار. فدلوقتي بقت بيهايند ذا سكرين، فده برضو بيديني زي قوه اكتر اسوبوز تو ميتينج ذم ان بيرسون اند توكينج تو ذم، زي الند بالند يعني. وجود قصص نجاح بيعطي حافز كبير لاي سيدة انه لا انا بقدر بوصل، انا عندي القدرة لأوصل. ممكن نشارك الافكار وممكن ايضا نكون ملهمين بطريقة او باخرى. دايما بلاقي التيك بيحتويني بصراحة، لاني بشوف فيه سكسس ستوري لناس كانوا زي في مرحلة ما كان عندهم وظيفة وسابوها وبدأوا البيزنس بتاعهم. احنا في عصر ما ينفعش ان مبقاش فيه ديجيتال انكلوجن، ما ينفعش. احنا دلوقتي عصر اللي مش هيطور نفسه بيطور مهاراته التكنولوجية يبقى هو هيفوته القطر. عجبني ان الكوميونيتي كلها سبورتيف جدا، وكله بيشجع بعضه، وكلهم they're proud of each other. بخرج من هنا فعلا عايزة اعمل حاجة وعايزة ابتدي changing the world. انه فعلا التكنولوجيا غيرت كثير وساعدت كثير بتمكين تحديدا الفئات المحرومه، الفئات المهمشه، الاشخاص ذوي الاعاقه، وايضا الفتيات والسيدات. وبالتالي انا بشوف فيها الفرص العظيمه مثل ما بشوف فيها كل العالم. حضوري النهارده فادني كثير جدا على المستوى الشخصي، واداني طاقه، واني اتعرف اعمل نتوركينج واتعرف على ناس ممكن يساعدوني. فعلا اليوم كان مفيد ورائع وانا اتبسطت جدا.